اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ايمن دجيش. هنتكلم عن اهم الحالات التحكيميه في هذه المباراه. ازيك كابتن ايمن؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ بركي كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. نبدا على طول؟ هنبدا مع بعض الحالات على طول كده نشوفها. نشوف الحالات. نبدا على طول يا سمير اتفضل. الحاله الاولى طبعا دي هنا المساعد الثاني شهاب راشد. انا هنرجع للعبه ثاني من الزاويه الثانيه. دي كانت الدقيقة 3 في أول ماتش. لا الزاوية الثانية في الإعادة أيوه الزاوية دي لو لاحظنا لا هنوقف لحظة خروج الكورة. هيبان لنا هنا إن 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 لحظة خروج الكورة اللي مبين لنا إن اللعبة كانت سليمة. في لاعب مغطي من نادي الاتحاد واللي مبين لنا الفتح والغامق. يمكن إحنا ما عندناش هي قدام إيه ما عندناش بيرو ولكن الغامق والفتح مبين واضحة إن اللعبة ما كانش فيها حاجة. ودي كانت اول لعبه للمباراه تسلل غير صحيح عند شهاب يعني. ماشي نروح اللعبه الثانيه. طبعا هنا طارق يعني كان بيبقى قريب وبيتعامل النهارده. انا جبت دي برده طارق النهارده ما شاء الله بيتعامل في لمسات اليد قريب بيفتح زاويه رؤيه. هنبص اللعبه طبعا هنشوف اللعبه هنا هنرجع ليها. ايوه هو طالع ايده في وضع غير سليم اهي ونازل ايده طلعت. ايوه ايده طلعت وحسب لمسه اليد عنده تقدير رائع طارق في لمسه اليد. ماشي نمشي بقى نروح اللعبه اللي بعديها. تسلل هنجيبها بقى من الزاويه الثانيه. ماشي عيدها معايا من الزاويه. ايوه هنقف بقى هنا لحظة اللمس هنا لحظة اللمس. امشي معايا امشي هنمشي مع بعض. ماشي 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 معايا يا سمير. ماشي اول لمسة او بتطلع هنا طبعا ايوه ماس كده. في طبعا في هنا جزء احمد الشيخ متسلل بجزء من الجسم فالقرار صحيح من شهاب يعني. تمام اللي بعد كده نروح اللي بعديه كده. دي كانت لعبة طبعا او جه اللاعب للمرة طبعا هنا بس هو صفر حتى صفر قبليها ما فيش هدف ولا حاجه لان هو الصفاره طلعت من طارق قبليها. هنرجع تاني وهنوضح اللعبه. وطبعا انا احمد رفعت بيتكلم هنمشي مع بعض يعني هو وهي في الهواء هنمشي مع بعض. هي امشي في لعيب جاي اهو في لعيب جاي اهو هنا بقى هنا الخطا اهو اللعيب اللي جاي مش اللي معاه يعني. هنا في تنافس بين سعد واللاعب اللي معاه. اللعيب اللي جاي اهو سعد بيطلع هنا سعد لعب الكوره يا كابتن اسلام لمسها. شوف اللعيب اللي جاي من ورا عمل ايه في صدر سعد دخل في خطا طبعا واضح جدا وكان قرار رائع من طارق مجدي. في خطا هنا طبعا وصفر طارق مجدي طبعا قبل الكره ما توصل لان في خطا هي بنت لنا هنا تاني. هو جاي من ورا اهو جاي هنا ما فيش كره خالص هنا معاه الكره عدت وهو وسعد لعب سعد لعب دي وجه هنا ارتكب خطا مع سعد سمير وصفر طارق مجدي في اللحظه ديت يعني. تمام نروح اللعبه اللي بعديها. طبعا هنا احساس بركله حره لصالح نادي الاتحاد وفي انذار مستحق لايمن اشرف. عايزين نقول برضو ان هي مفيش يعني ايه مفيش فرصه محققه. هنقول ليه لو تعدالي كده تاني يا سمير يعني ما بقتش في حوزه لعب الاتحاد اعتقد. لا ما يعني هنقول برضو ليه يا كابتن اسامه انت عندك هنرجع اللعبه ونشرح للناس ممكن تجيبها لي من الزاويه المفتوحه. في هنا اهو علي معلول. علي معلول بص يا كابتن اسامه عدت الكره مش في سيطرة. في علي معلول موجود قريب جدا فالانذار هنا مستحق وقرار سليم من طريق علي معلول اهي. ما كانش فيه سيطره طبعا من الكوره كمان الكوره بينهم هما الاثنين وبعدين علي معلول موجود فالانذار سليم من طارق مجدي يعني. تمام ده بنجيب الحالات الفنيه طبعا لطارق النهارده قراراته كلها ما شاء الله صحيح. في الدقيقه 49 هنروح اللعبه اللي بعديها يا سمير. دي طبعا لعبه في بدايه الشوط الثاني احمد رفعت عدى اهو وراح على الجسم هاني. ارجع تاني ارجع معايا ونمشي واحده واحده. طارق طبعا عايزين نشوف طارق طبعا هنا بيوصل ازاي يا كابتن اسلام. طارق مجدي بيوصل للمكان بيوصل اهو طارق. وفي هنا هاني اتعامل مع الجسم ما اتعاملش مع الكوره. طارق قريب على سن 18 عارف الكره لان الكره دي على فكره صعبه لان انت بره ولا جوه الحكم لو بعيد يا كابتن اسلام ممكن تختلف مع الرؤيه يعني اذا كان لو ما كانش قريب مش هيشوف اذا كانت بره ولا جوه بالذات لما تبقى قريبه من الخط كده. هنروح بقى اللعبه اللي جايه لعبه مهمه بقى. دي لعبه الهدف الثاني للنادي الاهلي. هنرجع تاني بقى يا جماعه هنشرح بقى اللعبه دي يا كابتن اسلام مع بعض كده. اتفضل يا كابتن. ماشي اوكي هتجيب لي بقى اللقطه اللي من ورا. عايزين نشوف اللقطه الثانيه دي خلاص كده بس اقفل هنا بقى
اول حاجه هنا طبعا اللعبه الاولانيه هنقف مع بعض يا سمير واحده واحده. دي اللعبه الاولانيه خلاص اجاي ما فيش سليم اتلعب. امشي بالكره معايا، امشي بالكره معايا، مشي خلاص كده اجاي خلاص ما فيش حاجه. اقف هنا، هنا بقى يا كابتن اسلام معلش خليك واقف كده على اللقطه دي شويه سمير. هنا في حاجتين يا كابتن، اول حاجه هنشوف قفشه مع اجاي خلاص، احنا مسلمين قفشه خلاص هو سابق اجاي هو الاقرب لخط المرمى. هنيجي يبقى احنا تاني حاجه اللي هنشتغل عليها قفشه مع الكوره، قفشه موقفه من الكوره هل هي على خط واحد؟ ارجع لي تاني، لا ما تمشيش يا سمير عشان كنت يعني بنشرح بس امشي امشي بس لغايه لما بس وقف ليه؟ خلاص هي مع اجاي قفشه باين جدا واضح جدا ان هو سابق. نيجي مع الكوره عندنا هنا بقى خط السته، خط السته موضح جدا لو بصينا لخط السته ياردة ما عندناش بيرو ولا حاجه كابتن اسلام، ولكن خط السته ياردة موضح بوضوح جدا ان قفشه هو الاقرب لخط المرمى من الكوره، لان لو قسنا المسافه بين خط السته ياردة من الكوره مش من اجاي من الكوره لغايه السته وقسنا اخر جزء القفشه بعيد عن ايده اللي هي رجله اليمين قدم اليمين هنلاقي قفشه هو الاقرب وهدف الهدف الثاني من تسلل واضح يعني. الحقيقه. بالظبط. تمام. هدف اللعبه اللي بعد كده خطا من المساعد يوسف البساطي يعني. تمام اللعبه اللي بعد كده نروح لعبه ركله الجزاء. طبعا هنا احتسب طارق ركله جزاء صحيحه، هنمشي بقى مع بعض ونشرح برضو ليه عشان برضو بس وقف لي هنا حاجتين انا بقى هنشرح برضو هنا عشان كله يبقى عارف يا كابتن اسلام. الكره هنا طبعا الايد هنا خلاص في وضع غير طبيعي، الايد في وضع غير طبيعي ايوه اذا بره الجسم يعني. بره الجسم خلاص اذا الكره حتى خبطت في جسمه او في صدره او في جزء من جسمه وجت في ايده فهنا في ركله جزاء. يعني لو جت في ايده على طول ركله جزاء، لو جت في صدره او في والايد في وضع غير طبيعي برده ركله جزاء. يمكن انا بس اختلف مع طارق في الانذار لان انا ما عنديش هنا 50 50 الموجود لعيبه من الاهلي ومن الاتحاد اختلف معاه في الانذار. الانذار هنا بنديه لما بيبقى في منع هدف او منع فرصه محققه فرز هجمه واعده بتمنع كره من هجمه واعده كابتن اسلام باليد ايوه اذا دي او بت... دي لكن انا اختلف معاه في الانذار طبعا دي ركله جزاء صحيحه، ركله جزاء صحيحه لكن الانذار طيب. غير مستحق. ممكن تكمل لنا تجيب تنفيذ ركله الجزاء؟ تنفيذ ركله الجزاء لو هي انا شفت اللعبه هنجيبها اتكلم عليها عشان حارس المرمى اتفضل انا على حته لا يعني هل في مشكله بالنسبه لحراسه المرمى؟ حارس المرمى يا كابتن اسلام في التعديل لازم يبقى رجله على الاقل رجل واحده على الارض على خط المرمى في الهواء او على الخط، يعني هو كده غير سليم خلاص. هو كده الحارس غير سليم على الاقل قدم واحده لو اتصدت على الخط يا اما على الارض يا اما في الهواء. طيب ده بالنسبه لحارس المرمى بالظبط الحركه اللي عملها علي معلول. لا علي معلول الفنت ممكن تعمل ان انت تعمل بنت قبل الكوره ده مسموح بيه، اهم حاجه ما بتعملش على الكوره، تعمل قبل الكوره تعمل خداع. الخداع يا كابتن اسلام دلوقتي انت بتعمل خداع من بعيد براحتك لكن الخداع اللي على الكوره لحظه اللمس لو رجعنا ركله الجزاء تاني هنرجع ليها. لا 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 التنفيذ بقى خلاص يا سمير دي شرحناها خلاص. بص يا كابتن اسلام امشي معايا واحده واحده عشان نشوف علي معلول. امشي كابتن اسلام اهي بس هو عمل بص بس ايه قبليها اهو قبليها خلاص قبليها ما عندكش مشكله ما عنديش مشكله ولكن هو ما عملش السيد عماد السيد هنا مش لامس مش على الكوره هو ما عملش ما عملش على الكوره لكن ايه سليم. طبعا الحارس هنا طلع الكوره دي لو صدت هتعاد لان على الاقل يبقى جزء على جزء رجل احدى قدميك على خط المرمى يا اما على الارض يا اما في الهواء يعني تمام يعني دي لو كانت اتصدت كانت تعاد طبعا اذا ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي وتنفيذها 100% لان قلنا برده ناس لو جت في ايده على طول ركله جزاء لو جت في جزء من جسمه وبعدين ايده برده ركله جزاء يعني تمام. عموما طاقم التحكيم النهارده يعني من وجهه نظرك ياخد ايه؟ الحقيقه طارق مجدي ما حسناش بيه، قراراته الفنيه بنسبه كبيره جدا كلها صحيحه، بذل مجهود جامد، الحقيقه كان متميز النهارده يمكن هو اعلى من الحكام المساعدين النهارده، طبعا يوسف البساطي غير موفق يمكن هو بقى له كم مش بمستوى العام الماضي، والنهارده يعني خطا طبعا في الهدف الثاني من تسلل عنده خطا، يمكن شاب كويس يمكن عنده لعبه واحده جبناها له، لكن انا شايف النهارده ان طارق هو الافضل يعني وهو كان عنده العاب ويمكن الشوط الاول بذل مجهود جامد والشوط الثاني، والحقيقه كل الاخطاء اللي احتسبها كان بصوره صحيحه، كان متمركز كويس، كان بيقرب ما حسيناش بيه بصراحه يعني. تمام تدي لطاقم التحكيم كام من 10؟ يعني انا ادي طارق النهارده يعني 8.5 وادي شهاب 8 وادي يوسف البساطي 7. 7 لانه طبعا عنده هدف اي نعم هدف ما اثرش في النتيجه يا كابتن اسلام ولكن هدف من تسلل يعني.
تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا كابتن ايمن دجيش. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا والف مبروك. 3 نقاط تضع النادي الاهلي على صداره الدوري العام المصري، او يكمل النادي الاهلي صدارته للدوري العام المصري في اسبوع العاشر، وحتى الان النادي الاهلي لم يلعب الا 8 مباريات فقط. ان شاء الله ربنا يكرم الفتره القادمه. عندنا يوم السبت القادم مباراه هامه جدا في دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا ضد نادي بلاتينيوم ستارز الجنوب او من زيمبابوي. هنشوف بقى هذه المباراه ماذا سيحدث في هذه المباراه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بعد قليل النجمين الكبيرين الاستاذ ابراهيم المنيسي والمهندس عبد القيعي هيكونوا مع حضراتكم في ملك وكتابه. اشكركم، ان شاء الله نلتقي قريبا في ملعب الاهلي.